مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ تنشق الهواء المالح المنعش، فما من شيء أفضل من الاستيقاظ قبل طلوع الفجر وحمل صنانير الصيد والذهاب في رحلة عائلية، أليس كذلك؟ بلى أبي، ما من شيء أفضله على السير في الليل والمعاناة من دوار البحر ودس يدي في الأسماك المقرفة. ما دمت معك أبي ومع كريبي. شكراً على الدعوة. قالت لي كريسي إنك لم تذهبي إلى الصيد من قبل، لكن لا تقلقي، الأمر سهل، ما عليك سوى وضع الطعم في الصنارة. أي نوع من الطعم؟ ديدان الأرض، الخنافس القذرة، كلما كانت أجسام تهافتت عليها الأسماك لتلتهمها. ما عدا الحديث عن قتل الأسماك والحشرات البريئة، نحن نقضي وقتا ممتعا. معك حق كريبي، فالنزاع بين الإنسان والطبيعة ليس جميلا، خصوصا إذا كنت تؤمنين بأسطورة بحيرة وينوانكا. أي أسطورة؟ لا تقولي لي إنك لم تسمعي بالعجوز كريبي. من؟ أنت تعرفين كريس أليس أنها قصة قديمة استعملها سكان المنطقة كطعم لجلب السياح، وهي ليست لصيادين أمثالنا. للصيادين والصيادات أبي. هيا بنا أيتها الفتاتان، يجب أن نصل إلى البحيرة قبل أن تطلع الشمس. سنتوجه إلى كوخ الكابتن ماك للطعوم. ولكن أبي، ألم تسمع بأن مجلس أمن الزوارق الوطني حذر من مغبة الإبحار في الظلام؟ ها هو كرابي العجوز. من الجيد أنه لا يستطيع أن يخرج. هل أخبرني أحد من هو كرابي العجوز هذا؟ في صباح أحد الأيام انطلق عدد كبير من الصيادين إلى البحيرة للصيد، لكنهم لم يعودوا مطلقاً. يكون الصيادون جالسين في زوارقهم والماء هادئ لا يتحرك، فلا يشعرون بقدومها إلا بعد فوات الأوان. ماذا؟ قليلون يحالفهم الحظ بالنجاة، وبالرغم من ذلك تراهم يعودون إلى البحيرة سنة بعد سنة ليلقوا مصيرهم في هذه المياه. هل تختلق هذه القصة؟ أنستي، أعرف أنها قصة غريبة لكنها حقيقية. هل يهمك أن تشتري علاقة مفاتيح تذكارية على شكل كرابي؟ أعرف أنها حقيقية لأنني رأيت هذا بأم عيني حين قررت في أحد الأيام أن أبحث عن كرابي العجوز بنفسي. كيف تجرأت على ذلك وأنت تعرف أنه خطير؟ لقد تأذى عملي بسبب كرابي العجوز لأنه كان يخيف الزبائن كثيراً. ولكني ظننت أن الكل يأتي إلى البحيرة بسبب كرابي العجوز، فبسببه تبيع أغراض كرابي هذه، أليس كذلك؟ إنها مجرد تفاصيل. كان الضباب كثيفاً كحساء الفاصوليا. واو، أحب حساء الفاصوليا مع قطع اللحم الصغيرة. وهكذا وقفت هناك بشجاعة أفكر في أنه ما من سرطان بحري قادر على مواجهتي ومواجهة حربتي الحادة، لكنني كنت شاباً متهوراً. وفجأة رأيته أمامي وقد كان ينظر إلي بعينيه الصغيرتين كما لو كنت طعما. رفعت حربتي ولكنه أمسك بي كالتيار فدفعني إلى أعماق البحيرة إلى الخزانة المظلمة. رأيت مخالبه قبل أن أشعر بها وحاربته بكل ما أوتيت من قوة.
لم أشعر بشيء بعد ذلك إلى أن استفقت على الشاطئ وأنا على شفير الموت. مذهل. وهل فقدت عينك في تلك الحادثة؟ لا لا، فقدتها حين كنت ألعب بالمقاس. ماذا عن يدك؟ قطعت في حادث في المنشرة. ورجلك؟ ولكن عما تتحدثين؟ لا تقلق، القصة تصبح مخيفة أكثر في كل مرة. هل أعدتها؟ الشيء الوحيد المخيف هنا هو الأسعار. أنا أصطاد في هذه البحيرة منذ 20 عاماً ولم أرى كرابي العجوز يوماً، ومتأكد من أنني لن أراه أبداً. هيا بنا الآن لنذهب إلى الصيد. حسناً يا صديقي، يجب أن تشعر بضغط مخالبه لكي تؤمن. على أي حال، ثم عرض خاص اليوم عند شراء منشفة كرابي العجوز. تحصل على كرة كرابي العجوز الثلجية بنصف السعر. هذا الموقع ممتاز. أنا متشوق جداً لأن أضع الدودة الدسمة في طرف صنارتي. أحضرا لي الطعوم أيتها الفتاتان. بالتأكيد سأهتم بها. أنت حرة الآن. أنا آسفة. ماذا تفعلين؟ أحمي نفسي من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية المؤذية. أي شمس؟ ولماذا تضعين هذا؟ في حال حاول كرابي العجوز أن يهاجمنا. سبق أن أخبرتك أن كرابي العجوز غير موجود أصلاً. حتى وإن كان موجوداً، والدك هنا لحمايتك. كريبي، هل الطعوم معك؟ لقد على الموج، سأذهب للسباحة. هولي، ماذا تفعل هنا؟ ييها! استعدي، أنا قادم. ليس عليك أن تسبح في هذه البحيرة. لماذا؟ لكلمتين، طعم حي. البحيرة مليئة بالأسماك المفترسة، هكذا قال لي والد كريس أليس. لا يهم، أراك لاحقاً. بولي، إلى السباحة. لا بولي، لا. تعالي، المياه رائعة. مستحيل، ليس بوجودي كرابي العجوز. سأراقبك كي لا يهاجمك. نعم صحيح، هذا ما أسميه حياة جميلة ورائعة. ماذا حصل؟ مخالب كبيرة. هل رأيت كرابي العجوز؟ كرابي العجوز؟ لا أصدق هذا، أين رأيته؟ أرني. حسناً، أنا لم أراه. بالطبع لم تفعلي، فهو غير موجود. ولكن حتى لو ظنت كريبي أنها رأته، علينا أن نعود إلى الشاطئ لنكون بأمان. ما نريده هنا هو القليل من الحديث عن كرابي العجوز والمزيد من الطعوم الطازجة. قبعتي الحمر. صار يعرف شعور الحشرات التي يستعملها كطعم. لابد من أنه كرابي العجوز. أتقصدين كرابي العجوز هذا؟ أخبرتكما أن هذه القصة القديمة مجرد هراء. يا له من يوم رائع. Thank you.
أيتها الفتاتان اركبا الحافلة. في السنة المقبلة سنذهب لمشاهدة الطيور. ما أكثر الأغبياء على الكرة الأرضية. حشرة التل مثل أخي بولي في الواقع ليست حشرة بل نوع من الصدفيات. تعتبر الصدفيات والسلاطعين أقارب. هذا النوع لديه زعانف ليتنفس تحت الماء. أنا لا أستطيع أن أتنفس تحت الماء ولكن يمكن أن أغني.